الفن عالم واسع وكبير، وداخل هذا العالم المجزأ هناك عالم الرسم الواسع الذي يدخله الأشخاص الذين يمتلكون الأيادي الذهبية المحبين لهذا الفن. والرسم لا يقتصر على الأوراق، بل هناك من يحب أن يرسم على الوجوه والجداريات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بالفنانة إيمان وتد من جت المثلث سابقا ومتزوجة في زامر. أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك، تسلمي. بداية عرفينا عن حالك. أنا إيمان وتد صورة من زامر، عمري 32 سنة، عندي ولد ومعلمة فنون، ومؤخرا بشتغل برضو بالخشب، بعمل ورشات مقاعد كواوير وكل هاي الأمور، كل إشي بخص الخشب. كل إشي بخص الخشب والرسم برضو، بس مؤخرا بلشت بالخشب. من وين تبلشتي بعالم الفن والرسم؟ من وأنا صغيرة، بس نميت هاي الموهبة وحطيت براسي أني خلص بدي أتعلم هذا الموضوع. طبعا أبوي شجعني. اهتمامك بالفن كان من الصغر، بدنا نسألك شو سبب هذا الاهتمام الكبير؟ بكيت كل الوقت أرسم، يعني بأوقات فراغي، حتى بالمدرسة مرات بكيت أرسم على دفتري، وشوي شوي نميت هاي الموهبة وأبوي شجعني وتعلمت لقب أول بالفنون. حولتي شغفك وحبك للفن لمهنة، هل بتشعري أنه هاي المهنة وعالم الفن بإمكان أي شخص أنه يدخله، أو أنه هناك شروط لدخول هذا العالم؟ طبعا مش أي إنسان، يعني لازم يبقى عنده موهبة، لازم يبقى بحب هذا الموضوع مشان يبدع فيه. يعني كل واحد بروح على المجال اللي هو بحبه مشان يبدع فيه، إن كان معلم، دكتور، أو أي مهنة بالعالم. مزبوط. إذا أي شخص بده يتجه لأي مهنة مثل ما ذكرتي لازم يكون يحب الموضوع. صح. عشان ينجح فيه. أكيد. لما بلشتي تتعلمي الفن هل واجهتي أي صعوبات أو أي انتقادات؟ ولو واجهتي كيف قدرتي تتغلبي عليها؟ أكيد كنت كثير أواجه، يعني مثلا بكيت، أنا تعلمت بتل أبيب، كنت أروح بالقطار، يعني بكيت أواجه صبايا اللي بكون بتروحي على تل أبيب وأربع سنين بس عشان ترسمي. فإنه الفن مش هيك، يعني الفن هو ثقافة. إحنا يعني أكل إشي تعلمته باللقب الأول هو الرسم، فكان يعني كان في حضارة وكان في علم النفس بالموضوع نفسه، وبرضه تعلمنا رسم. فمرات في ناس عندها جهل بهذا الموضوع، إنه بس إحنا بنتعلم رسم وخلص، يعني صور نمطية. خلينا نحكي إنه بيحكوا أي حدا بروح بتعلم فن هو بده يتعلم رسم، شو بده بهالشغلة؟ برجع بقول إنه الفن هو ثقافة. يعني أكيد. كونك فنانة، شو أكثر إشي بتحب ترسميه؟ أنا أول كبداية مشواري بكيت أحب أرسم كثير الجماجم، بس صرت أفوت بهذا العالم أكثر وأرسم كل إشي، يعني ما وقفتش بس على الجماجم، صرت أرسم شجر، بورتريه، صبر، كل إشي يعني. وإحنا عم نحكي كمان المشاهدين قاعدين بيشوفوا صور من رسوماتك، فبتحبي ترسمي أكثر على الجداريات أم الوجوه أم اللوحات، وشو السبب؟ برسم جداريات في مدارس، رسمت بعدة بلدان، بس كثير بحب رسم الجداريات وصرت أميل لإله أكثر، مع أنه كثير صعب بس بحبه بصعوبته، وكثير مع أني كثير كثير يعني بتعب وصعب هذا الشغل، بس لما أشوف النتيجة ولما أشوف يعني أكثر بلد رسمت فيها كلنسوة، يعني للآن بوصلني رسائل من أهالي ومن طلاب بيقولوا لي زينتينا البلد. يعني أقل إشي رسمت بكلنسوة 15 جدارية وخلص، بس أشوف النتيجة وراي الناس والتشجيع كثير بنبسط، بنسى كل التعب. إذا شو السبب إنك اتجهتي لهذا العالم بالذات؟ هل في سبب معين إنك خلص حبيتي ترسمي على الجداريات؟ هل إنه كبر الجدار أم شو السبب؟ السبب هو إنه هو بلش إنه بكت معي مقابلة بجريدة، وأول جدارية عملتها بسخنين غرفة أطفال، توجه لي صاحب الدار يعني ووصل لي، يعني كلي قعدت أسبوع وأنا أوصل لك. واجهت صعوبة في الجدارية، يعني ما توقعتش إنه زي ما برسم على لوحة الإشي بكثير أصعب.
فاستصعبت كثير وظليت حطيت براسي الإشي عشان أوصل له، والحمد لله يعني بعد كثير سنين اليوم بواجهش هاي الصعوبة برسم الجداريات. الحمد لله. وانت أكثر وقت بتحب ترسمي فيه؟ هل في وقت معين؟ أكثر إشي بحب أرسم بالليل يعني، بس مش دايما. هل مشاعرنا حسب رأيك بتأثر على شو بدنا نرسم؟ أكيد. كيف أكيد. بتأثر؟ يعني مثلا الرسام يعني مثلا بصير حدث، بصير حدث معه أو ببلده أو بأي إشي، بيعبر بالرسمة يعني، بيجيش بحكي، بيحكي بالرسمة نفسها، بخلي الرسمة تحكي. بالضبط. كيف بيقولوها؟ قدمت كثير معارض فنية مختلفة، منها بالبلاد ومنها بخارج البلاد. مزبوط. احكي لنا عن هاي المعارض، وبعد هذيك تحكي لنا عن أول معرض إليك، كيف كان الشعور، كيف جهزتي له؟ عملت معرض بالجاليريا بأم الفحم، صالة العرض والفنون، عملت بالناصرة بقاعة محمود درويش، وعملت بمركز الثقافة في عمان، وعملت بالأردن، عملت عدة معارض، بس أول معرض عملته بأم الفحم بصالة العرض والفنون، وبكيت بعدني طالبة جامعية يعني. المحاضر شاف لوحاتي وطلب مني بشكل شخصي إني أشترك بالمعرض، فهو بكى أول معرض لإلي. كيف كان شعورك وقت هذا المعرض؟ بكى بجنن ومتحمسة وبجهز يعني مضغوطة. التجهيزات بكى الضغط يعني أكيد. كفنانة شو أصعب مرحلة بمراحل الرسم؟ بالرسم ولا شو بواجه؟ يعني بالرسم. شوفي، هي الممارسة بصير أقل صعوبة بالنسبة لإلي، بس في شغلات الواحد لابد انه يواجهها، مثلا انه مثلا بتفك مع مدير مدرسه او معلمه تعالي ارسم عنا على الحيط، بتفاجئ انه بكل اللي بدي تتبرعي لي يعني. فاحيانا انه هذا الاشي بضايق، انه كده يعني انه زي ما انت بتشتغل بتترزق برضه هاي رزقتي، فاهمه؟ فمش الكل طبعا، في منهم اللي عندهم شويه بهاي الموضوع انه بعدهم مش مستوعبين انه برضو احنا بنشتغل، برضو شغلنا صعب، وبرضو انه بحكي لنا انه نشتغل مقابل قدام تعبنا. اكيد. اذا المعامله مع الناس هي الاصعب بالنسبه لك. صح طبعا. مش الكل اكيد، فيش شيء بنطبق على الكل. خلينا نقول انت كمان مثل ما ذكرتي انك بتشتغلي بالخشب وتعلمتي دورات بالخشب، فاحكي لنا شو تعلمتي بالضبط وشو بترسمي بالخشب. أنا دخلت كورس نجارة، كورس عادي يعني زي ما النجار بيعمل خزانة مطبخ، دخلته وعملت أكم من كورس برضه، وبعمل مقاعد، بعمل كواوير ورد، وبعمل ورشات للأطفال ألعاب خشبية، الطفل والأم بيكون بالورشة أو الأطفال لحالهم، بس من جيل فوق 5 سنين. هاي بدت مشواري، بدي أورجيكم إياها. هاي وأنا صف العاشر عملتها بشفرة ومناكير، طبعا بكتش أعرف بعدني إشي بالفن ولا بالمواد، وهي هي بكت بداية مشواري يعني، ولليوم محتفظة فيها يعني. أكيد هاي إلها ميزة خاصة عندك. أكيد. أبوي لليوم بعده معلكها عنده. خلي لك إياه الوالد. سلام. عالم الرسم والفن عالم جدا كبير، ويوم عن يوم في كثير تجديدات، وكونك شابة متزوجة كيف بتقدر تنظمي وقتك إنك تظلي متبعة مع ابنك، متبعة مع زوجك، وكمان متبعة مع شغلك؟ الصراحة الاشي بالمرة مش سهل، بس الحمد لله انه انا عندي جوز داعم لكل اشي. يعني ابني حاطته بالحضانة، بكى اشي مش سهل علي انه احطه، بس وانا خلفت برضو بظل الكورونا، بكت الرجعة صعبة يعني برضو علي، بس الحمد لله يعني من ناحية صعوبة كثير، بس كل إشي صعب أنا بحبه ودايماً كد المسؤولية. الحمد لله. الحمد لله. لشو بتطمح الفنانة إيمان؟ بطمح إني أوصل للعالمية يعني، وأصير فنانة معروفة أكثر عالمياً إن شاء الله. إن شاء الله. أثناء حضورك عندنا للأستوديو جبتي معك كم شغلة من رسوماتك وكمان من الخشب، فحابين نعرف بالأول تشرحي لنا عن شو هي هاي اللوحة اللي جبتيها معك كمان، لأنه بالبداية إحنا حطيناها بشكل ثاني وحكيتلنا لا هيك بتنحط. مزبوط. فشو هي هاي اللوحة؟ أنا زي ما حكيتلك بالبداية بكيت أرسم، رسمت كثير جماجم،
هسه هاي الجمجمة اللي رسمتها، مع شوي حياة، مع ورد، مع شوي تفاؤل، فكثير بتعني لي هاي اللوحة. إذا هاي اللوحة بتعطي التفاؤل والحياة. صح. نصيحة حابة تقدميها بنهاية هاللقاء لمتابعي قناة هلا؟ بنصح كل إنسان عنده حلم يحققه، روح للإشي اللي أنت بتحبه، للإشي اللي للموضوع اللي أنت بتبدع فيه، مش مهم شو. والأهل لهم دور كثير كبير إنهم يشجعوا أولادهم، لأنه في كثير أولاد أو طلاب اللي أهلهم بكونوش داعمين لإلهم. وإن شاء الله دائما بظل الدعم متواجد معك على طول المشوار. الفنانة إيمان وتد من زامر، شكرا لك كثير، ونتمنى لك كل التقدم والنجاح. شكرا كثير لك.